موضوع هذا علم النفس السياسي يبدو لي مدبرم محمد عب. أنا في بالي مدبرم سياسيا لكن يبدو الموضوع أبعد بصراحة. معناها على خاطر قال نهضة أخطر من قلب تونس قلت مدبرم. لا لا لا, 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 لا. فما اللي قالوا كان مدبرم توا ولا لاباس توا تعافى. أنا قول هاني نعطيك علاش أنا طلبت أنه أهل الاختصاص يعطيوا رأيهم في الموضوع هذايا. ما أنا مانيش مختص لكن نقول لك علاش. لأنه بالحق في الحوار كي تاخذه من أوله لآخره تشوف عبد على أعصابه متقلق ياسر مهوش مرتاح مهوش مرتاح. بمعنى أنه توصل تقول لي خلينا من النهضة عندك حساب مع النهضة وكذا كلهم منحرفين وبيهم وعليهم وأور للواء وخارجين قانون ونهب وكذا ذاك أمر يخصك وعركة يبدو كما قالوا من 2011 كنت أردت في الموضوع ذاك. لكن أنه قلب تونس أقل خطورة من حركة النهضة. في موضوع العميد شوقي الطبيب أنه كان شريك في اتخاذ القرار هذاك يقول لك عندي أوراق ومعطيات وكذا تفيد أنه السيد هذا عليه حكايات وأنا تطرح عليه الأمر فقلت لما لا أنه يتم تنحيته. أنه كان شريك في موضوع تنحيت وزراء النهضة وما قلناش البدعة وقت حكومة مستقيلة تقيل وزراء في حكومة مستقيلة والناس كل تعرف أنه تنحيت عبد اللطيف المكي كانت عنده تداعيات في إرباك وزارة الصحة وتشوف زاد أكثر منك وزيد يصوب على نعرفش فما إكستري بعد أحلام ولا يصوب على الطيار يصوب على حزبه ويقول تم اختراقه من طرف السلوكات بيها وعليها ومشين وظاهر يصوب رأسا على غازي الشواشي بين العينين يعطيها له بين النواظر قاعد يعطي فيها الغازي الشواشي. عبد يحب يخرج حريص أنه يخرج بصفر بصفر أصدقاء. ذلك علاش أنا قلت لك مدبر من الرجل الذي اي تعرف بس نسكر الموضوع الحكاية متاع هو كيف ما قلت سمعني بربي توا يقول لنا يلزم نشوفوا مختصين ولهدا ومن بعد يوفيها مدبرم معناها خلي المختصين انساها تي ليه ليه هو تعرف شنو هو المشكل هو اش قال انا اعذر مانيش ندخل في الموضوع نتاع خاطر المنطق هذايا سمعته قبل نتاع كي واحد يعارضك وصار بالمناسبه للاسف حتى لحركه النهضه في فتره من الفترات واحد يعارضك تقول له مجنون واحد يختلف معاك تي ليه مهبول هذاك هذا المنطق اللي قاعد اسمع فيه انت بشويه عادي بشويه سامحني عادي ما يصيرش خلينا نكمل عادي رسول الله نتاع واحد يختلف نتاعك تي ليه هذاك مهبول معناتها بعد يقول لك هو مش مرتاح انا قلت مهبول مش مرتاح ايش يقول لك بعد يقول لك بشويه عادي خلينا نكمل عادي غلط بشوي انا قلت مهبول قلت مدبر شنو رايك من مدبر لا لا مدبر والله مدبر زدت له زدت له حاجه اخرى ما قلتش اللي يقول فيه عن غير وعي هذا ايش قاعد تقول لي انت معناها قاعد تقول اللي يقول فيه عن غير وعي قلت مدبر مش مرتاح هو ايش قال لك قال لك انا مش مرتاح هو فعلا مش مرتاح كيفاش تحب واحد يكون مرتاح للوضع العام هذايا بالله نجم نختلف معاه محمد عبو في طريقة طرح الموضوع مشي لسمير الوافي البارح حتى على مستوى ربما التشنج في بعض الردود لكن تقولي واحد مش مرتاح سي نورمال واحد مش مرتاح واحد معناتها كان عنده دور في انه تصير تغير في الوضع السياسي في البلاد تعمل ثوره وتسيتيرا يسب في الشعب وبعد يلقى بشويه عاد يسب في الشعب يسب في الشعب يسب في الشعب كمل عاد يقول فما فساد كمل عاد تو كلمة 100% يمشيوا معناها لديارهم وكذا معناها تصور تو زعما نجيب لك انت مختص نفسي على الوضعيه دي ما تقلقنيش ماكش حامل حتى انك تسمع جمله للاخر فرصه دي بتوفر لي كنكمل يا اخوي تو هنا تقول لك انا مش مرتاح نورمال مش مرتاح سي نورمال هو يعبر على وضع مش مرتاح ومرة أخرى ماهوش معني لا باش يخلي أصدقاء لا حتى شيء كان جاي معني باش يخلي أصدقاء يعمل شوية هكا تدوير في الزوايا وإتسيتيرا هو واضح ما عادش معني أصلا بالعمل السياسي والحياة السياسية وتنجم تختلف معاه في بعض التصريحات حتى في علاقة بالتعميم في علاقة بالناس لكن مش مرتاح نفهم أنه هو مش مرتاح فما بالله حديث نبوي ونختم به حديث نبوي على حديث أنا أخي موضوع طغيتي موضوع ديني علاش دخل علاش اقحام الدين معبد من قال هلكت امتي فهو اهلكهم وصدق الله العظيم على انتم لا 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 وصدق رسول الله انتم تستشهدوا بابيات شعر وحتى بالحديث النبوي من يريد ان يستشهد بحاجه ما لها قيمه هذايا دون ديسكور ولا الكلام اللي هذا في الخطاب دون لو ديسكور سي ان ارغومون كي سو فو دوتوريتي لكن هو ريالمون سي ان ارغومون فالاسيو لانه تضليلي 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 100% نحكي على التعميم مضلل
اللي حب يعمم ويعوم هو مضلل. بمعنى ذكرنا الموضوع في علاقة بحوار محمد عبو البارح مع سمير الويفي، ونرجع لأحلام العبدالي باش تهزنا إلى موضوع آخر حيوي جدا أيضا. الدكتور شكري حمودة البارح في التلفزة الوطنية أكد أنه وقت اللي باش يخرج التلقيح متاع كورونا، أو اللي فاجأنا البارح الحقيقة الدكتور شكري حمودة قال أنه التلقيح باش يخرج من هنا لآخر العام باش يجي لبلادنا، وتونس تحذر في ملفها اللي باش يدافع على نفسه ونكونوا من البلدان الأولى اللي تاخذ التلقيح. احنا فما لجنه قاعده تشتغل على وقت اللي باش يخرج التلقيح في اخر السنه هذه باش يجي لتونس. فما منظمه الصحه العالميه باش تعطي للبلدان اللي كيف نحنا نسبه من التلقيح، وبالتالي احنا قاعدين نحضروا في الملف نتاعنا وقاعدين نعملوا في سيناريوهات حسب الاهداف. نعم. يلي ندرا احنا نحبوا نعملوا تلقيح باش نقصوا في الوفيات، والا نقصوا في الوفيات ونزيدوا نحميوا الناس اللي تخدم في قطاع الصحه، ولا نحميوا الناس اللي تخدم في